خبريني يا بنتي، ان شاء الله المعلم شفيق حب الاكل. ما حدا حب الاكل غير هاي الكاتبه. يا عمو ابو علاء شو طلعت عديمه؟ هي شافت هاي الحشائش نزلت فيها هالشكل. يعني المعلم شفيق ما حب الاكل. المعلم شفيق هلا امه فاضيه بتاكل، فاضيه بشغله ثانيه والاكل اخره. لك بنتي انت ليش ما عم تفهمي علي؟ انا بدي اعرف انه المعلم شفيق حب الاكل ولا ما حبه؟ يعني مبسوط مني ولا لا؟ المعلم شفيق مبسوط اخر انبساط وضحكته مترين ونص. هذا اللي كان ناقص، زق صحون على المطبخ من طاولته للخانه. ان شاء الله عجبهم الاكل سيدة هاني. ان شاء الله عمره ما يعجبها.
بعدين من وين جبت لي هي سيدة تهاني؟ أنا اسمي توتي. بدك ما تواخذيني يا بنتي، أنا ما صار لي كام يوم لسه عندكم هون، والله افتكرت اسمك تهاني. يا أبو علاء، يا أبو علاء، أمرك معلم. أنا أجيت لأتشكرك يعطيك العافية. الأكل اليوم بالزيت كله كتير ظريف، وحط ببالك من يوم ورايح الأكل النباتي مستمر طالما الأستاذة ماري موجودة عنا. على راسي يا معلم شفي، تكرم. يا تهاني. حاضر معلم. الأستاذة طلعت تريح بغرفتها بعد الغداء، ظريف الشاي بعد الغداء، بعتي لها كاسة شاي، والأفضل تكون شاي أخضر لأنه الأخضر نباتي أكثر من الأحمر. هل الشاي الأخضر نباتي أكثر من الأحمر؟ النباتية قال مبسوط فيها أنه نباتية، هي مو نباتية، هي مصاصة دماء. شو يا بنتي؟ كأنه المعلم شفيق ندهلك نباتي، قصدي تهاني، ولا أنا سمعت غلط؟ لا سمعت غلط. شو قصة هاي لك بنتي؟ كأنه شام ريحة مو طيبة. معلش معلش عمو، هلأ الأنسة هي اسمها تهاني، بس نحن بنستوعبها ومنقلها توتي مثل ما بدها. خلاص توتي توتي. المفعوصة نيفين وين هربانة وتاركتني أنا عم بشتغل؟ والله يا عمو كانت هون معي بالمطبخ. ايه؟ بس حسيت هيك كأنه صدرة طبق علي من ريحة المطبخ، قامت طلعت شوي لبرا وهلأ بترجع. لا ايه سواني. توتي توتي. شوفي استاذ ماري صار شيء؟ ماري؟ لا عنتر خطيبي. شو عنتر؟ كمشت الشرطة يا معلم. ليش كمشت الشرطة؟ هذا أنا وياه كنا طالعين لفي على الموتور، هو حابب يشممني هوا، قام جاي الشرطة كمشته، قال شو؟ موتور مهرب. نيفين كيف بتتجرأي وبتسمحي لنفسك تطلع مع ولفة على الموتور وانت أثناء الدوام الرسمي؟ اه؟ خلاص بلدك خلاص فهمنا، بكره بحكي مع فاروق طالع. بكره؟ شفي دخيلك خطيبي بدهم بكره. لا بعدين 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 بعدين. حبيبتي فيك تبعتي لي واحد على السيرة على الشط؟ أهلين أستاذة. أهلين فيك. طمنيني إن شاء الله مرتاحة عنهم. إيه الحمد لله كل شيء تمام وعم غلبك معي. العفو ولو، نحن بالخدمة. صدقيني صدقيني أي شيء بتحتاجيه من عيوني الاثنين. كلك ذوق، بالإذن أنا نازلة على الشط. إذنك معك أستاذة. معلم شفيق، معلم شفيق، أنت بدك تحكي معه عشان عنتر؟ بعتيلي زوربا. ماشي. زوربا وعنتر. معلم. بعدين بعدين. معلم. يا الله. تفضلي كاسة العصير من معلم شفيق. يسلم ايديك يا. انا اسمي زوربا. زوربا؟ ايه زوربا هيك ابي سماني. تعرف انه اسمك كتير حلو عاسم رواية من احلى الروايات اللي قريتها بحياتي. عود عود زوربا. الله يجبر بخاطرك يا حضرة الاستاذي. مين سماك هيك؟ هذا أبي الله يرحم أجدادك وأمواتك كلياتهم. تعيش. كان بزماناته عايش باليونان. يا الله والله عم تطبل زوربا. ليكي توتي انا كثير بكرهها لماري، يعني انا حقت زوربا لانه اهبال، لانه ولا واحدة رح تقرب عليه. قام هي جاي بدها تقش كل الزلم بهالاوتيل. لك بس بدي اعرف على شو مبروعه فيها معلم شفيق. لك لك كيف شكله ما ابشعه، لك شعره مثل المقشم بينه مثل حسن صبي، لا وجسمه مثل قطرميز مصر، لا رقبه ولا خصر. اي والله بشع كثير. وعرفاني على شو هتكون عم بتطلع شي عمل لهدول وساحرته؟ انا هيك حاسه، حاسه انه سحرتي لمعلم شفيق وهلا عم تشتغل بزوربا.
بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا زربة، بسم الله عليك يا زربة، دخيلك يا رب. بسم الله بسم الله بتي تي 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 تي. خلص ماني قدراني اتحمل هالمنظر، امشي امشي. ايه وشو كنتوا عم تحكوا مع بعض؟ كنت عم تحكي انت وهي الكاتبة؟ شو بكم كلكم عم تسألوني نفس السؤال؟ ما حكيت شي يعني، هي حبت اسمي، هي هي كل القصة. حبت اسمك لأنه ما عنده ذوق، مو لأنه اسمك حلو. كوكب اطلعي من راسي. ها وين رايح؟ راجع لعند الخانم. ما يلا رجع. لا راجع على الضيعة. على الضيعة؟ ايه المعلم شفيع عطاني إجازة. ايه روح الله معك. يا رب يا رب يا تهاني ما يرجع لحتى تروح خطافة الرجال تريم هاي شوي يا رب. نورا بدك شي من الضيعة؟ ترك الشغل؟ لا رايح إجازة يومين. وليش عم تقلي بدك شي من الضيعة؟ أنا شو بدي فيك بضيعتك؟ بس هذا الناقص كمان. بس ضيعتي كمان ضيعتك؟ كانت ضيعتي، أنا هلأ ساكنة هون بالمدينة. طيب ماشي، بدك شيء؟ قصدي خاطرك. طولي بالك يا بنتي طولي بالك. انا كتير انبسطت لانه فقست قصة الخطيفة بينك وبين عنتر ورجعتك على المطبخ. كتير انبسطت فيها يا بنتي لاني كنت تبهدلت. أنا شلون بدي أطبخ هذا الأكل النباتي اللي قال لي عنه المعلم شفي؟ على فكرة أنت من وقت قلتي لي طالعة تشمي هوا من المطبخ ناقصني قلبي. اشتقت له كتير لعنتر وخايفة عليه. يا عم يا أبو علاء إلا ما يرجع لك بنتي. على فكرة أنا تجوزت خطيفة الله وكيلك، ضليت مشان شط أنا ومرتي أكثر من 10 سنين لحتى الله فتح بوشنا يا بنتي ببسطة صرت اشوي عليها سمك. الله يرحمك يا ابو علاء. كانت تغني لي وتتمأنس علي وتقول زوجوها خطيفة يا جاسة المدام. طول بالك يا ابو علاء، طول الله طول بالك حاجة ولا العظيم يا ايفل. الله يرحمك يا ابو علاء، شو كانت صاحبة دي والله شايف شو عم بضحك. الله يرحمك. لك اخ يا عنتر ويلك يا حبيبي تعبان. الله يرحمك يا ابو علاء. خلص عمي خلص والله يرحمك. ثبتها ثبت دقيقة. اي ليش يا ثاني في يا كهرباء؟ ثبت خلي ثابت ثبت روح. هلا لك اذا بدك تتركي الشغل اليوم بده يروح عليك 3/4 راتبك هذا الشهر. وانتي اخذي سلفة كمان الشهر الماضي، يعني اذا بدك تتركي الشغل اليوم بدك تدفعي 5,000 ليرة. 5,000 ليرة؟ اي 5,000، يعني هيك حسب الجدول اللي قدامي. يعني ما فيني تدبري لي عن معرفتك؟ لانه انا مو طايق اشتغل بهالاوتيل ولا دقيقة بصراحة. ما معي 5,000 ليرة. دقيقة
اسفه في غلط بالحساب. عم اقول لحالي من وين جبتي لي هدول 5000 ليره؟ انا كثير اسفه عن جد اسفه. بيطلع لك 10000. 10000 ليره؟ 10000 مبلا اكيد. عندك 10000 ليره دينيني اياهم؟ لا والله يا حبيبتي. من وين 10000؟ ايه بدي ادبرهم وبدي اشحط لانه ماني ضالب هالاوتيل ولا ثانيه. لك شفيق اذا عجبتك كثير مثل ما عم بتقول ايه فاتحه بالموضوع. طيب معقول كاتبه مثلها تتزوج واحد مثلي؟ شفيق قبل 20 سنة كانت البنات تقتل حالها عليك وانت ما رضيت تتجوز. انت قلت قبل 20 سنة، يعني قبل 10-15 سنة ممكن، اما هلا لا. لا سيدي مو لا، انا برايي اذا عجبتك كثير روح فاتحه بالموضوع واطلب ايدها. واذا رفضت على مسؤوليتك. ها على مسؤوليتي. هي أول مرة من سنتين مبلغك مستنيني برا. كون عم تقول لحالها هي أول مرة من سنتين عنتر ما بيوصلني. عم تحكي معي عنتر؟ لا مو معك. لك أنا عم تحكي معي؟ لك لا ولا معك أنت، معك عم تحكي معي. إن شاء الله تقبليني أبر. عم تحكي معي؟ استقالتك محطوطة على مكتبي. تهاني لا ماري ولا ألف وحدة مثل ماري بخلوني استغني عنك. أنا أجيت لأخذك ترجعي معي على المنتجع. ما قدرت أتحمل شوفك معجب فيها وأنا موجودة. لا لا تحكي هذا الحكي، أنت غالي علي كتير يا تهاني، وأنا بصراحة أكثر ما رح وقع على استقالتك، بس أنا وأنت راح نوقع على شيء تاني. توتي، يا الله شو حلو الاسم. توتي 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 توتي. شو بدك؟ امبارح قالت لي كوكا انه لازمك 10000 ليره. مسكي هدول 10000 كنت مصمدهم. يسلموا. خلص برجع لك بس يصير معي. ولا يهمك. لك انت اذا بتطلبي عيوني ما بقصر. عزوز؟ يا عيون عزوز. انا اسفه كنت لقيمه معك الفتره الماضيه. لك اخ بحبك حتى وانت ولقيمه. ملاحظه انه اول مره بتضحكي لي؟ شكرا شكرا. شو عزوز؟ ما عندك شغل هلا؟ على فكره معلم شفيق على الشط. فايق المعلم شفيق؟ ايه صار له زمان فايق، نزل على بكير. يلا الله معك. باي. مع السلامة.
عزوز. ايوه معلم. عدلي. حاضر معلم. تمرين الضغط. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. معلم هي أول مرة. ستة تعمل تمرين الضغط، مو صعب عليك؟ سبعة. عدوا لك. عد. ثمانية. بدي سنة. تسعة. تفضل يا معلم. هلا استاذي لهلا ما فايت. 11. لا فايت يا معلم، وعم نجهز حاله. وهلا شوي ثاني رح تنزل. 12. لانه ما بينت على الفيراندا. 13. هلا بتبين يا معلم ان شاء الله. عم تنفذوا لك كل طلبات الاستاذه؟ طبعا يا معلم، طلبات اوامر. عزوز امور يا معلم. اذا وصلني اي تقصير بحق الاستاذه ترى بعدمك. ها ولو يا معلم ما بنسترجي. ماشي. قد ايه صرنا بالعد هلا؟ والله خربطت يا معلم. في فينا نعيد من الاول؟ الله لا يوفق. بنعيد من الاول بس ان شاء الله تطلع الاستاذه على الفيراندا. عد. واحد، اثنين. طلب استقالة مقدمه تهاني أبو عارف. أقدم استقالتي من منتجع صيف يا صيف، وذلك لأسباب أسباب. شو حط أسباب؟ ما بعرف. حطي أسباب عاطفية. لك لا، حدا بيحط بالاستقالة لأسباب عاطفية؟ يا غشيمة، مشان يحس قديش هو عم يعذبك ويحس بعقدة الذنب. لا لا، ما رح أجي على كرامتي أبدا وحسسه. خلص. الأسباب شخصية وأرجو عدم سؤالي عنها، ومرفق مع الاستقالة مبلغ 10,000 ليرة. كنت قد أخذتهم سلفة. يا الله يا توتي، شو رح اشتاق لك. دقة لوني، دقة لوني. كثير اشرح لك. في موضوع بدي احكي معك. بعدين بعتي لي القهوة. لك حتى لما بدي اقدم استقالتي ما بيعطيني مجال. اسمعني. الله يسامح. هلا كل هالرواية ما بتحكي الا عن مشاكل النسوان بس؟ بالضبط. مشان هيك سميتها لن ابقى شهرزاد. ايوه. ايه بس الرجال طلعتيهم برا. عمو ابو رامي، هي الرواية بتتناول موضوع الصراع الوجودي بتمسك الرجل بالسلطة وجبروته مع المرأة. ايوه. وان شاء الله النهاية بتكون سعيدة. مو هم النهاية السعيدة، انا ما عم بحط جواب نهاية، انا عم بطرح موضوع اشكالي. لا لا، الله يبعدنا عن المشاكل. تفضل. القهوة ابو رامي. انا ما بدي قهوة، انا نازل على الشط مشان اتمشالي شوي. عين العقل، الجو كتير ظريف، وراح خليهم يجهزوا لك فطور ونزلوا لك يا لتحت. ايه ايه، خلي كوكب هي اللي تنزل الفطور على الشط. ايه ماشي. تفضل القهوة معلم شفيق. اسلموا ايدك تاني. تفضل. هاي ورقة كمان. شو هاي؟ هاي حسان وصل. مين؟ حسان خطيبي. شو توتي؟ هل حابة تشوفيني؟ هدول 10,000 ليرة تبعوتك. شكراً. ليش عم تعطيني اياهم؟ خلص، ما عاد بحاجتهم. اي ما في مشكلة، أنا كمان ماني بحاجتهم، خليهم معك. بعدين ما في فرق بيني وبينك. لا في فرق، ما تكون مفكر إذا دينتهم منك شي كلفة بيني وبينك، في فرق ونص. أه.
اف يا وداع. الحب اللي منتمنى ومنحلم يتحقق فينا، المنحبه عايش بلا قلبه مش قادر يعطينا. مرحبا. أهلين بابا. لك شو بدكم في شي؟ لا بابا ما في شي، لا تخاف. بس المعلم شفيق شوي. شو بو شفيق؟ صار لي 3 ايام عم دق له على الموبايلات ما عم يرد. لك شو بو شفيق في شي؟ صار له يومين ما طلع من غرفته. بغرفته؟ مريض يعني؟ لا بعيد الشر عنه، ما انه مريض، بس لا عم يطلع ولا عم يفوت. لك بابا ليش ما خبرتيني؟ بابا هي اسرار شغل، عفوا يعني ما فيني خبرك. هلا شفيق بغرفته ومريض، هي اسمها اسرار شغله. لك بابا رفعك منك مثل امك انت. ألف مرة ما حدا بيدق الباب إلا اللي أنا بطلبه، خلصنا بقى. افتح شفيق افتح. أنا أبو الورع. مخطوبة؟ طلعت مخطوبة. وين راحت هالكاتبة الكبيرة المخطوبة تبعك؟ جا خطيبة وأخذها. يا حرام، ولهيك انت قاعد بهالغرفة ومسكر على حالك الباب وشارب شي 6 7 8 9 10 فناجين قهوة وما عم تدوق الأكل؟ مالي نفس للشي يا أبو نورة، مالي نفس للشي. يلا المهم، المهم اني انا اطمنت عليك واطمنت اكتر انه قلبك هالصغير للساعة وعم بيدق. Yeah.